اهلا وسهلا مشاهدي تحليل الملك جمال كمال تباز عفوا، اللي هو ملا حديقه الغناء دائما باغنيات جميله مست احساس الشارع السوداني كله. واصلين معاكم وبعد نتكلم عن الاماكن عندها محمول الثقافي، واي مكان بيحتز بتفاصيله المختلفه سواء كان هذه عادات او تقاليد. ولكن الجميل انه ننقل العادات والتقاليد دي من خلال وسائطنا، وصحافة الموبايل أصبحت في الوقت ده يا حسام بتنقل تفاصيل مختلفة وجميلة ممكن تكون زاهية وبجودة كويسة أحيانا. كل تأكيد، وده بزميلنا ناجي فاروق اللي بنوجه له الفتحية خلال صباح الشروق بالتقارير الجميلة اللي مدنا لها عن طريق صحافة الموبايل هذه المرة. وكما ذكر حمزة الأماكن تجوانا مع ناجي، حنمشي لحلفة والمحمول الثقافي والعادات والتقاليد، الزواج هناك، نتابع. إنها الزغرورات الطوال التي تنبئ عن منابت الفرح في بلاد النوبة أقصى شمالي السودان، مدينة وادي حلفة التي تتجمل الأفراح. وإن دخلت بعضا من العادات في تقاليد الزواج إلا أنهم يحفظون شيئا من عبق الماضي. شوفي دوغوني انغلق منكم، شوفي داريسكونا روساقوني سوفيا قلقلا بحر رجوة أريسكو ناروسا روشا بارينغاسكو من جوجا أروسا كو ناريسكا روشا يعني ويبكا أروجي كيسا يعني إيه إستاكوني إستاكونا دينغل أديكو ألو تاني غسكروسا ريحة تاني لغو ألو تاني محلب تاني لغ ألو سوفيا تاني غاوا ألو كيس لكن ودوكي ساكن تورتو داركم شوف ده تورتو غا ما في لاركم وتورتو يلا جري جوال لوال ويكوشة شا ألوكس كيرتا كيرا وسينا باتونا عشو راكي كاني كتا إن خابركا إيغلوك إيغلوك دومي روسا إيه كل الروسا جو توكي كيسا هذي قريم لطول يعني إستاكوني مورا جريدا موسو من هاوري أمتو بقت على جديدة موسو إيه كيركا كيركا ويلي توني ويلي نيكا كورا شيس تساما ويلي نيكا ايوا تو جلاديم غاونا دو تامين تاني كونا سينا وي غاونا تفامين كونا سينا وي غاونا انا تو سنجل جلونا هادين. الفرحة تمتد وتستمر الليالي، والأطفال يرسمون ملامح فجرهم الوضيء، والرقصة المعهودة لا تنبئ عن السلام فقط بل التؤدة والتآلف امتدادا من جيل إلى جيل. مناسبة تتميز بيوم الضبيحة، ده يوم مميز يعني هنا لما الأهل يعني الناس ما بتجي بس عشان الضبيحة يعني يحضروا يعني. الناس تتلاقى برضه عندي فرصة الناس بتتلاقى، الناس كانوا مطولين بعض وكده بيتلاقوا في المناسبة دي يوم الضبيحة، ونقول الخدمة بالنسبة للنسوان والضبيحة بالنسبة للرجال يعني. الناس بتتلاقى ونعمل شاي المغرب ده اللي هو الشاي، ونجهز الخبيز يعني من بدري الناس يعني بنكون مجهزين الخبيز مخصوص ليوم الضبيحة ده، ده غير الخبيز حق الشاي الصباح وكده يعني، ده اللي بيميز العرس النوبي. وككل أهل السودان فإن أهالي حلفا يوثقون وثاقا من عري التكاتف والتعاون، فالمناسبات عندهم دعوة لتجديد عهد الإخاء واستمرار نهج الأجداد. معظم الناس بتعمل مناسبات بالفطور يعني، فالفطور عشان بيجمع الناس كلهم بعد الغداء، الناس حتى لو موظفين ولا هنا بيجوا في فسحة الفطور بيحضروا الفطور، الكل بيجمع في الفطور، فعشان كده الناس بتحبز الفطور وبيعملوا في الفطور
جبنة بزيتون وبطاطس شيبس وفول وسلطات ولحوم ويعني أنواع، والناس كلها بتقيف مع بعض يعني، سواء كان للطهي التجهيز من البداية لحد النهاية الحبان بيقيفوا مع بعض يعني. فحلفة كلها افتكر يعني حس على الحاجات دي كلها اتجهزت بأيادي الناس كلها يعني، ما ايد ولا ايدين بس يعني. فحتى الطهي بنعمل برانة، حتى لو في طباخين جو وقفوا معانا بيرشدوا بيساعدوا بيعملوا معانا. نحن لسه ما جبنا ناس الكاش زي ناس الخرطوم. نحن ناس بلديات. إنها حلفة وبذات الفرح تنادي، فإن جئتم إلى حلفة فأنتم داخل الأبصار، وإن جئتم إلى حلفة فأنتم تملكون الدار. ناجي فاروق، الولاية الشمالية، مدينة وادي حلفة.